قرر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية اعتبارا من السبت المقبل بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1437 هجرية في إطار حرص وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم أن هذه الزيارات تأتي في إطار حرصها على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصة في مجال التواصل الاجتماعي مع أسرهم.